العاصمة السعودية الرياض شغلت السعوديين على تويتر منذ الأمس تتعلق باعتداء قام به مواطن ضد طبيب أردني. المواطن أطلق النار على الطبيب في محاولة لقتله عمدا، وذلك بعد أن قام الطبيب بتوليد زوجة المعتدي، الأمر الذي استفزه وأثار غيرته، خاصة وأنه بحسب أقواله طلب من المستشفى أن تولد زوجته طبيبة. المواطن السعودي استدرج الطبيب إلى حديقة المستشفى بدعوى شكره، وفاجأوا بإطلاق النار عليه، إلا أن الطاقم الطبي في مدينة الملك فهد الطبية تمكن من إنقاذ الطبيب، كما تم إلقاء القبض على الجاني الذي حاول الفرار وبرر حادثة الاعتداء بأنها ثأر للشرف. وعلى حسابه الشخصي في تويتر أفاد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بأنه اطمأن على حالة الطبيب الصحية، مشيرا إلى أن حالة الطبيب مستقرة، وشدد الربيعة على أن سلامة الأطباء أولوية للوزارة وهي الضمان لسلامة المجتمع. طيب، هذه الحادثة أثارت على تويتر ردود فعل مختلفة، بعضها كانت تدافع عن المعتدي. أبرز هذه التعليقات للشخص يدعى أحمد بن سعد القرني، تساءل في تغريدة عن لوم رجل غيور على محارمه، طلب أنه ما يولد زوجته إلا دكتورة، فلماذا لم يلبى طلبه بدلا من تطنيشه. ناشطو تويتر كانوا له بالمرصاد، فعادوا إلى تغريداته السابقة ووجدوا تغريدة له كتبها عام 2014 تحمل رأيا معاكسا، وذلك فيها هاشتاج يتعلق بإعدام داعش لطبيبة لمعالجتها الرجال. اتساءل القرني في تغريدته ماذا عن النساء التي كنا يعالجنا الجرحى في غزوات رسول الله، مضيفا قاتلكم الله. ومن العاصمة السعودية ينضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الملك فهد الطبية والمتحدث الرسمي الدكتور مشبب العسيري. يا دكتور بنرحب فيك معنا. أول شيء، كيف الحالة الصحية الآن للطبيب اللي تم الاعتداء عليه؟ مساكم الله بالخير ومساء الخير لجميع المشاهدين. أبشركم دكتور مهند بخير وصحة طيبة، استقبل والديه بقدمه من خارج الرياض مدينة جدة، والدته استشارية كبيرة ووالده كذلك، وطمأن أسرته عليه واستقبل برضه بعض أقاربه. وضع صحي مطمئن جدا الحمد لله ويتحسن باستمرار. زار صباح اليوم معالي نائب وزير الصحة الدكتور الأستاذ حمد الضويلة، وزاروا بقية المسؤولين في مدينة الطبية اطمئنان على صحته. نعم، اتصل في معالي الوزير من جنيف كما ذكرتم. أيوة، أبشركم أمور طيبة الحمد لله. طيب دكتور مشبب، طبعا احنا ما بنبرر هنا جريمة الاعتداء، وهذه جريمة حيتم التعامل معها قانونيا، لكن انتم كمستشفى هو طلب طبيبة، ليه ما لبيتم طلبه؟ الحقيقة زوجة الجاني وصل إلى الإسعاف في حالة إسعافية، ليس لها مدخل في المدينة الطبية ولا ترى تابع الحمل في المدينة، وصلت حالة إسعافية. وبطبيعة الحال عندما وصلت والدة الطفل في حالة ولادة، في هذه في عادة الإجراءات الطبية أن يخبر المتقدم أنه قد يكون موجود في رسول الله طبيبة أو طبيبة، وتم العناية بالسيدة وولدت بشكل طبيعي وخارج المستشفى بشكل طبيعي، وأيضا بنت الذي يقوم بمشاركة الولادة سيدات وهما القابلات القانونيات. الطبيب يستدعى عند الحاجة، عند الضرورة إذا حصل تعسر ولادة أو مضاعفات، لكن التي أيوة في متابعة السيدة طيب استقبالها وقت الولادة هي القابلة القانونية وهي تكون مدراء العالم سيدة. نعم، طيب احنا يعني بنشكرك على وجودك معنا. للاسف لضيق الوقت يعني حنضطر انه يعني تكون هذه اخر اسئلتنا لك. كان معنا المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الملك فهد الطبية والمتحدث الرسمي الدكتور مشبب العسيري. شكرا لك يا دكتور.